أجمل حاجة في الأمهات إنك تحس إن كلهم واخدين نفس الدورة التدريبية في الأمومة، واخدين نفس المنهج، مذاكرين من نفس الملزمة، ويا ريت بفايدة. أنت عارف حضرتك، أنا مثلاً إيه بلاحظ كده شوية إن الأمهات عندهم تهديدات مش مرعبة بالمرة، وجمل كده غريبة وسريالية حبتين تفهمهاش خالص. يعني مثلاً تهديدات من نوع إيه؟ تقولك هأملك ولد، هأملك. طبعا اولا هي عمرها ما نفذت التهديد ده خالص، وعمرها ما قامت فعلا، ولا عمرها هتقوم من مكانها. اصل انا بالنسبه لها اتفه بكتير من انها تبذل المجهود ده علشان، يعني بعدين افرض انها قامت، معلش يعني ايه الرعب في كده؟ مش فاهم، واحده ست زي القمر كده زي ماما، ومعهاش سلاح الا يعني الابره بتاعت التريكو ولا حاجه، وهتقوم ومفيش اي مفاجاه في الموضوع، لانها بتحذرني، بتقول لي هأملك. فايه اللي ممكن يحصل لو قامت؟ فين التهديد؟ لو قامت هجري بسرعه واقعد مكانها وخلاص. التهديد الشهير بقى اللي هو بتاع ايه، انت مش لاقي الكذا، طب لو قمت وجبتها لك والله يبقى كتر الف خيرك. يعني انا مش فاهم المفروض اخاف منك تلاقيها ليه؟ يعني ما انا بدور عليها اصلا، لو قمتي وجبتها لي هنبسط، فين الخطر؟ هاتيها. تيجي ماما برضو تقول لك ايه، انا هعيد تربيتك كلها من الاول وجديد. على فكره انا المفروض ازعل واتعصب واقلب الدنيا، مش حضرتك، انا الزبون، المفروض ان انا جاي علشان اتربى، ده كان الاتفاق من الاول. الشغلانه باظت بقى ست الكل دي مش من عند انا مش هشيل العطله دي، انا مش كفايه ان انا ما خدتش خدمه كويسه، وانت مهمتك الاساسيه باظت وباعترافك، ويبقى مين اللي يقفش؟ معلش، عايزه تعيدي تربيتي يبقى على حسابك، وكل واحد يشيل شيلته بقى. يعني ما توفقتيش في المره الاولانيه وانا سكت، ما حبيتش اعمل مشكله، كمان بتشخطي فيا؟ وبعدين دي المفروض تبقى جملتي انا بقى بالمناسبه، انا الشغل ده ما يعجبنيش، اتفضلي عيدي لي على تربيتي كلها من الاول بقى، ومعلش ركزي تاني علشان خاطر شغلك يبقى كويس المره دي، وعلى فكره التربيه لو ما عجبتنيش المره دي مش هستلمها. اتصرفي بقى، يلا بقى. ولما ماما تزهق بقى تلاقيها بتقول لك ايه، والله لا اسيب لكم البيت وامشي ومش هتعرفوني طريق تاني. انا سمعتها كتير قوي الجمله دي بصراحه. طب وليه يا ماما جو برامج المفقودين بتاع القناه الثالثه ده؟ ليه تغيبت عن المنزل الحاجه فلانه منذ 3 اسابيع؟ نفسك تسمعي الجمل دي؟ يعني ليه كده؟ ليه جو المطاردات والاكشن والقفش وبتاع؟ طب ما تسيبي البيت يعني ونعرف مكانك عادي، لو انت عايزه تفكي شويه لسه سبنس. ما هو انت يا اما عند خالتي اللي في فيصليا، عند طنط نوال جارتنا اللي في الرابع، هي دي الاماكن اللي انت بتروحيها، مش لغز يعني. اللي انا قلته ده طبعا كان عينه عشوائيه من تهديدات الامهات اللذيذه. ماما بقى كمان عندها شويه جمل سرياليه ملهاش اوقات محدده، ودي بقى انت ما بتفهمش ايه المطلوب منك او ايه المقصود بالكلام، شويه طلاسم كده، بس من ماما بتبقى الطلاسم دي زي السكر. تقول لك انت فاكر البيت ده منسيون تاكل وتشرب وتنام؟ الحقيقه ايوه، انا فاكر ان هي دي وظيفه البيوت الاساسيه، دي معلوماتي، ان اكل فيه واشرب وانام. انا مش جاي استخرج فحم، ولا حضرتك كنت جايبانا غير الديكور، انا جاي اكل واشرب وانام. بس لو في اي انشطه ثانيه حضرتك تحب ان امارسها انا ما عنديش مانع. يعني في عندكم ايه في البيت؟ في دورات تدريبيه، في نادي صحي، صالون ادبي، تعليم تريكو. انا صحيح كان بقى لي فتره عايز اتعلم ياباني في البيت، لو عندكم السكه دي اعمل ايه؟ طيب ما انا بلاش انام. او مثلا تقول لك ايه، يا اخويا يا ريتك حافظ دروسك زي ما انت حافظ الاغاني كده. يا ماما انت مش هتنبسطي لما تشوفي شاب مراهق بيستحمى وبيدندن مثلا نظريه فيثاغورس، ايه علاقه الاغاني ايه المقارنه دي؟ الحاجات ليه داخله ببعضها؟ عايز افهم. او تقول لك مثلا ايه، زمان واحنا صغيرين تقول قوم اقرا لك كلمتين ينفعوك. بص يا ماما، اعظم كلمتين في الوجود مهما كانوا لا يمكن ينفعوا اي حد باي شكل من الاشكال. كلمتين هيعملوا ايه؟ وبعدين انهي كلمتين؟ طب ما تكتري العدد شويه، يعني خلي ايدك فرطه، قولي لي خد 12 كلمه 47 كلمه مش كلمتين. طب تختار لي الكلمتين على الاقل، يعني ما تسيبنيش كده. او تقول لي مثلا انت فين، تقب وتغطس وتبقى قدامي حالا. اقب واغطس ليه بس؟ يعني هو انا جاي في الاتوبيس النهري هطلع لك من البلاعه؟ انا جاي بري عادي من الدائري. لما اجي بقى الاقيها ايه، قاعده في الضلمه تهز النجفه، قاعده على الكرسي المذهب الكبير بتاع الصالون، مدياني ظهرها وتادي بقى اداء مرعب. خش واقفل الباب وراك، الساعه كام في ايدك؟ كنت فين لحد دلوقتي؟ كل جو الاف بي اي بقى اللي احنا ايه عارفينه ده، يعني كانها بالظبط مسكاني تحري او رجالتها جابوني في شوال. انا راجع البيت بارادتي على فكره يا ماما، اخش طبعا وهقفل الباب ورايا وهطفي النور وهلبس البيجامه وكل حاجه. في ايه؟ ابدا اجاوب بقى على اسئلتها العميقه دي بقى كلها، ولسه هفتح بقي تقول لا ما تردش عليا. الله، طب ما انت بتساليني، اما انت مش سالتيني انا كنت فين؟ المفروض السؤال انت كنت فين ده اعمل ايه؟ اطلع الخريطه واشاور مثلا، ابعت لك لوكيشن، اعمل ايه؟ زي ماما برضو تيجي في لحظه كده وتقول لي انا رميت طوبتك خلاص. انا عايز افهم ايه موضوع الطوبه ده؟ ولما هي طوبتي انا بتعمل ايه عند حضرتك؟ يعني هل شايلها في النيش مثلا لغايه ما تم 21 سنه؟ طوبتي انا حر، ما حدش ياخدها، ما حدش يرميها. بعدين انا مامنك عليها تروحي ترميها كده في ساعه غضب من غير ما تاخدي رايي؟ طب رميتيها فين طيب؟ انا هروح اجيبها واشيلها بمعرفتي خلاص كده؟
مت يعني كل اللي بيننا انتهى، علاقتنا باظت اتدمرت، هنقطع الجوابات ونرمي الطوب. انا والله ما عنديش مانع ماما تقول اللي هي عايزاه، كفايه اللي انا بعمله فيها الصراحه، لكن كل اللي انا محتاجه ان انا ابقى فاهم بس انا بتهزق من انهي حته.